في الساحل التهامي خصوصا مناطق الجنوب منه يعيش الصيادون مأساة تتكرر كل موسم، تتمثل في ظاهرة الغرق الجماعي لقوارب راسية في الشاطئ المكشوف حيث لا تبعد غالبا عن مركز الإنزال السمكي ومكاتب السلطة المحلية إلا أمتارا. مع حلول الصيف يحل موسم الأمطار مع ما يرافقها من رياح، يليه موسم أكثر شدة يسميه السكان المحليون الأزيب، وهو أشد قسوة على قواربهم ومعيشتهم، إذ يضطرون معه للهجرة إلى شواطئ جنوبية كعدن أو شقرى أو في المكلا والمهرة حيث يكون الطقس أكثر هدوءاً. مشاهد مؤسفة ومؤلمة كهذه يقف الصيادون حيالها عاجزين متحسرين على مصادر رزقهم التي تغرق أمام أعينهم. يحدث ذلك على مرأى المعنيين في السلطة المحلية وعلم المسؤولين في الحكومة خصوصاً وزارة الثروة السمكية، واقع يثير التساؤل عن المسؤولية القانونية والأخلاقية للمسؤولين في هيئة المصائد السمكية والسلطة المحلية ممثلة بمحافظ الحديدة حسن طاهر، ومعهم أيضاً طارق صالح بصفته عضو مجلس القيادة الرئاسي، ولأنه المسؤول الأول عن شؤون مديريات الساحل التهامي الذي يضم حيس والخوخة إلى جانب المخا وموزع والوازعية، وما إذ كان بالإمكان الاستجابة ولو من منطلق إنساني لمناشدات الصيادين المتضررين الذي تتجدد مع كل موسم مطالبهم للدولة بإنجاز كواسر للأمواج في مرافئ الخوخة، بدءا بالقطابة مرورا بالكدح والقشة وأهمها مركز الإنزال الرئيس في الخوخة، المركز الإداري المؤقت لمحافظة الحديدة والتي يفترض أن تحظى بالرعاية اللائقة بأهميتها الإدارية والإيرادية.